منذ عهد الصين أول من أدخلت الفنون القتالية في هوليوود وارتقت بها في السينما العالمية ومعظم بلدان العالم. ولكن هل سمعت يوما عن بروس لي، جيت لي، جاكي شان، دونيان أو سامون هونغ؟ هؤلاء هم الممثلون الصينيون الأكثر شهرة في التاريخ. لذا ستعرض عليكم قناة سؤال اليوم أشهر 5 ممثلين صينيين يتقنون أخطر الفنون القتالية في العالم. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا لنبدأ. دونيان، ذلك الممثل العظيم الذي يقوم بعض أدواره بإتقان تام، هو ممثل ومخرج ومصمم معارك من أصل صيني، ولد في 17 من يوليو لعام 1963 في مدينة كانتون الصينية. هو ابن خبيرة الفنون القتالية بوسيم مارك. بدأ في التدرب على الفنون القتالية في سن 11 على يد والدته، وفي سن 14 بدأ التدرب على الفنون القتالية المختلفة من التايكوندو إلى الوشو. وقد بدأت حياته في السينما عندما كان يعمل كمدرب الوشو في أحد النوادي، فشاهد أحد منتجي أفلام الأكشن مهارتيان الرائعة وأعطوه أول أدواره في سن 19. ومن أشهر أفلامه سلسلة أفلام ييب مان، والتي يجسد فيها شخصية ييب مان صاحب أسلوب الوينج تشون ومعلم بروس الحقيقي، والآن يؤديان واحدا من أشهر نجوم الأكشن في التاريخ. سامو هونغ، ربما لم تلاحظه في فيلم دخول التنين، ولكن بالتأكيد لاحظته في فيلم ييب مان أثناء قطاره مع دونيان في الفيلم الذي يجسد حياة ييب مان معلم بروس لي وصاحب فن الوينج تشون. يعد هونغ ممثلا ومخرجا وكاتب سيناريو ومصمم معارك من أصل صيني، من مواليد 7 يناير لعام 1952 في مدينة هونغ كونغ الصينية، ويتقن الفن القتالي الوشو أو الكونغ فو. وقد شارك بدعوة خاصة من بروس لي في فيلم دخول التنين ولعبة الموت. وقال سامو عندما اتصل بي بروس لي للعمل معه في فيلم دخول التنين: وفقت وأنا سعيد جدا في العمل معه لأنه رمز الكونغ فو في بلدي، ويكفي أنه كان صاحب الدم الصيني الساخن. ولهونغ العديد من الأفلام الناجحة مثل الرهب ذو القبضة الحديدية وييب مان وغيرها من الأفلام التي شارك فيها بالإخراج والتمثيل. لي لينجي، والمعروف باسم جيت لي، من مواليد 23 من إبريل لعام 1963، وهو ممثل ومنتج ولاعب فنون قتالية من أصل صيني. ولد لي في بيجين عاصمة الصين كأصغر فرد في عائلته، ويكبر جيت لي بنتان وولدان. وقد مات والده وهو لم يتجاوز العامين من عمره، لترك عائلته لتواجه حياة مادية صعبة. وقد بدأ جيت لي بالتدرب على الفنون القتالية في 8 من عمره، وقد حصل في مسيرته الرياضية على 15 ميدالية ذهبية وواحدة فضية في رياضة الوشو. واعتزل في سن 19 بعد حصوله على البطولة الدولية للوشو لصالح الصين. وأتقن لي العديد من الفنون القتالية مثل أسلوب القبضة الطويلة والشمالية وقبضة النمر، وقد تدرب على الكونغ فو الشمالي والكونغ فو الجنوبي، ويستخدم العديد من الأسلحة مثل السيف العريض والمستقيم والعصا ذات الثلاثة أقسام والأسلحة النارية. وقد زار جيت لي لأول مرة في فيلم معبد الشاولن، وكان أول فيلم من بطولته يجب على رمب الموت في عام 2000 والذي أكسبه شهرة واسعة. والآن يعد جيت لي واحدا من أشهر ممثلي الأكشن في التاريخ. جاكي شان، اسمه الحقيقي شان كونغ سينغ، وقد أضاف اسم جاكي لو عندما انتقل إلى أستراليا للعمل في مجال البناء، من مواليد 7 إبريل لعام 1954 في مدينة هونغ كونغ الصينية. وممثل ومخرج ومغني، واشتهرت أفلامه بأسلوب الملاكمة السكران واستخدامه للأسلحة الارتجالية وحركات البهلوانية المبتكرة والتي يكون في العادة بأداء تلك الحركات الخطيرة بنفسه. وقد التحق جاكي بأكاديمية الدراما الصينية وأتقن بعد ذلك الفنون القتالية وحصل على الحزام الأسود في فن الهاب كايدو، وكان يلقب في صغره بباباو وتاني باللغة الصينية قذيفة المدفع أو القنبلة. وهذا لسرعته ورشقته في صغره. بدأ جاكي الحصول على أدواره الصغيرة في عام 1963،
وفي سن 17 شارك جاكي في فيلم قبضة الغضب ودخول التنين بطولة بروسلي ولعبة الموت، ويتقن شان العديد من اللغات مثل الصينية والأسبانية والكورية وأيضا الألمانية والإنجليزية والتايلاندية، ويتقن لغة الإشارة. والآن يعد جاكي واحد من أشهر ممثلي أفلام الأكشن والحركة في التاريخ. وأخيرا بروسلي، من مواليد 26 من نوفمبر لعام 1940 فيما يسمى ساعة التنين في الصين، وهي ما بين 6 و8 صباحا، وأيضا سنة التنين لدى الأبراج الصينية. كان اسمه كما أطلق عليه والديه لي جان فان، ولكن عندما رأته الممرضة ولأول مرة نادته ببروس، ومن هنا بقي هذا الاسم معه حتى موته. بروسلي والفنون القتالية. بدأ بروسلي بالتدرب على الفن القتالي وينج تشون في سن 13 على يد معلمه ييب مان، ووينج تشون هو أحد أساليب الكونغ فو الجنوبي، وكان ييب مان هو من وافق على تدريب بروسلي بعد أن رفضه الكثير من معلمي الفنون القتالية بسبب أصله المختلط، وذلك لأن الصينيين كانوا يرفضون تعليم الفنون القتالية لغير الصينيين. وبعد أن تتلمس بروسلي على يد معلمه ييب مان، والذي أثر في شخصية بروسلي كثيرا، وما لا يعلمه الكثيرون أن هناك ثلاثية أفلام لمعلم بروسلي ييب مان تحكي عن تلك الشخصية الرائعة. وبعد أن تعلم بروسلي أسلوب الوينج تشون، أصبح بروسلي يفتعل الكثير من الشجارات والمعارك مع أفراد العصابات، حتى دخل بروسلي شجارا مع أحد أبناء أكبر العصابات في الصين، فهدد بروسلي بالقتل، فأقنع والده بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خوفا عليه من القتل على يد تلك العصابة. ومن هنا بدأت حياة بروسلي، حيث شارك في الولايات المتحدة في العديد من الأفلام التي سيطرت على شباك التذاكر آنذاك، مثل قبضة الغضب ودخول التنين. ولم يترك بروسلي جدلا في عالم السينما فقط، بل في عالم الرياضة أجمع، حيث أسس أسلوب الجيت كوندو، والذي يحظى بشهرة واسعة في الغرب. قرأنا بعض السطور التي تعبر عن فلسفتك، ألا تزال تذكرها؟ أنا أذكرها تماما. هذه هي: إذا حاولت أن تتذكر سوف تخسر، أفرغ ذهنك، كن بلا شكل بلا حدود كالماء، ضع ماء في الكوب يأخذ شكل الكوب، ضع ماء في قنينة يأخذ شكل القنينة، ضع ماء في الإبريق يأخذ شكل الإبريق، قد يسيل الماء أو يفيض أو يتساقط قطرات أو ينهمر، كن ماء يا صديقي. هل فهمت؟ فهمت القوة خلف هذا الكلام. وفي النهاية أترك في التعليق اسم نجمك المفضل من هؤلاء النجوم، ومن يستحق لقب الأشرس بين هؤلاء، واسم النجمة الذي تريدنا أن نتحدث عنها في الحلقة القادمة. وإذا كنت تحب الرياضة بشكل عام والفنون القتالية بشكل خاص، فلا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك، ولا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إن هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه يعج بالحياة والأحياء الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهم، وهم في حركة دائبة لا تهدأ ولا تتوقف، وسيبقى حاله كذلك إلى أن يأتي اليوم الذي يهلك الله فيه جميع الأحياء إلا من يشاء، وهو يوم النفخ في الصور الذي تنتهي بعده الحياة في الأرض والسماء. فنحن الآن قبل ثوان من شروق الشمس من المغرب، وخروج يأجوج ومأجوج، وظهور المسيح الدجال، والدابة التي تكلم الناس. نحن الآن قبل دمار الأرض، نهاية العالم، نبوءة نبي. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة.
غفلة من هذا، بل كنا ظالمين. فأما المؤمنان فسنبدأ بذي القرنين، ذلك الاسم العظيم الذي حكم الأرض وسمي بهذا الاسم لإعجاب الناس به وتحية لهمته العالية وشهامته وشجاعته. وقد نشأ ذو القرنين في أمة مستعبدة ضعيفة سيطرت عليها دولة مجاورة وأجبرتها على دفع الجزية، فلما رأى ذو القرنين حال أمته بدأ يدعوهم إلى الاهتمام بعزتهم وكرامتهم والتوحد حوله وتأييده في التخلص من هذا الظلم، فرده قومه ومنعوه من الكلام بهذا حتى لا يسمعه الملك فيعاقبهم. ولكن ذا القرنين لم ييأس وأصر أن يفعل شيئا لقومه، وقد كان من صفاته العقيدة الصادقة والإيمان الراسخ والحكمة، وكان قوي البدن مفتول الذراعين. فبدأ يدعو قومه إلى الإيمان بالله وظل يدعوهم، لكنه لم يجد إلا السخرية منهم وقد نفروا منه. تعرض للسرقة في سنه العاشرة وقرر أن يتقن الفنون القتالية بمختلف أنواعها، فمن يكون سكوت أدكنز أو بويكا؟ ما شوك الكثير ممن تابع أفلام الأكشن. ما هو الكائن الأسرع على وجه الأرض؟ فالسرعة ليس كما تعتقد. سنجعلكم اليوم تنظرون إلى السرعة من منظور مختلف تماما عما كنتم تعرفوه سابقا. بداية، من أبطأ مخلوق على وجه الأرض إلى الأسرع على الإطلاق في مقارنة نادرة وشيقة لم تراها إلا من خلال قناة سؤال. وقبل 300 مليون سنة ظهور الزواحف الأولى على الأرض، وقبل 230 مليون سنة ازدهر عصر الديناصورات على الأرض، وقبل 199 مليون سنة ظهور الزواحف الطائرة، وقبل 65 مليون سنة كان أول نيزك يضرب الأرض في المكسيك، وبهذا النيزك الذي ضرب الأرض وقبل 65 مليون سنة أدى ذلك النيزك إلى الانقراض الجماعي للديناصورات، وبهذا أتى عصر جليدي آخر إلى الأرض.